بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي الأعزاء، إن شاء الله سنتابع الدرس الرابع، مطبقات نصف الزاوية. هنكمل يا حضرات المطبقات المثلثية نصف الزاوية. هناخد ساين سيتا على 2 القانون الأول، موجب أو سالب جذر 1 ناقص كوزاين سيتا على 2. القانون الثاني، كوزاين سيتا على 2 موجب أو سالب جذر 1 زائد كوزاين سيتا على 2. القانون الثالث، تان سيتا على 2 بيساوي موجب أو سالب جذر 1 ناقص كوزاين سيتا على 1 زائد كوزاين سيتا. لو طلعت حضرات كل الأسئلة اللي موجودة عندك هتلاحظ إن هي معتمدة على قيمة الكوزاين. قيمة مين؟ كوزاين سيتا. إذا لو معلوم عندك كوزاين تستطيع إيجاد ساين سيتا على 2، كوزاين سيتا على 2، تان سيتا على 2. ايضا نستطيع ان احنا نكتب قانون تان سيتا على 2 عبارة عن ساين سيتا على 2 على كوزين سيتا على 2. خلاص كده حضرات. طيب نبدأ نشوف ان شاء الله اول سؤال عندنا. اوجد القيمة الدقيقة لكوزين سيتا على 2 علما بأن الساين سيتا سالب 4 على 5 وسيتا تقع في الربع الثالث. أول شيء حضرات القانون، كوزين سيتا على 2 موجب وسالب جذر 1 زائد كوزين سيتا على 2. هل كوزين معلومة؟ لأ، لازم أروح أجيبها زي ما اتفقنا من المثلثات أو عن طريق المطبقات. لو حضراتكم بصيتوا السيتا في الربع الثالث معناها من 180 ل 270. هنقسم على 2 عشان نحدد الربع الذي تقع فيه السيتا على 2. فهنقسم هنا على 2 ب 90، نقسم هنا على 2 ب 135. هتلاحظوا يا حضرات ان سيتا 2 تقع في الربع الثاني، اذا هتكون الناتج عندك موجب وسالب، هتاخد الاجابه مين؟ السالبه. بعد ذلك هنحدد قيمه الكوزين من المطبقات. 1 ناقص ساين تربيع هنحسبها ب 9 على 25، ناخد الجذر يا شباب موجب وسالب 3 على 5، ولكن في الربع الثالث السيتا كوزين سالب، وبالتالي هنبدا نعوض في القانون. موجب وسالب جذر 1 ناقص الكوزين قلنا بسالب 3 على 5 على 2، هنحسبها يا شباب موجب وسالب جذر 5 على 5، وهناخد الاجابه السالبه لان احنا حددنا ان سيتا على 2 في الربع الايه؟ الثاني. ثم ننتقل الى سؤال اخر، اوجد قيمه كوزين 67 ونص، عاوز استخدم. طبعا واحد يقول لي يا استاذ اعملها بالاله، أنا معاك لو في اختيار متعدد، أما إذا كان قال لك اعملها بدون استعمال الآلة الحاسبة فنحول ال 67 ونص إلى 135 على 2 ونستخدم فيها قانون نصف الزاوية جذر 1 زائد كوزين 135 على 2. وبالتالي يا شباب هنعوض على 135 دي كوزينها بسالب جذر 2 على 2. واحد يقول لي يا أستاذ طب إزاي أجيبها بين طول الآلة الحاسبة وأنا مش معايا آلة حاسبة أقدر أعوض بيها بالكلام ده. لو لاحظتوا يا شباب هنجيب الزاوية المرجعية لل 135، ال 135 تقع في الربع الثاني، بنقصها من 180 يا شباب، ولما نقص من 180 يبقى انا بجيب الزاويه المرجعيه في كاني بجيبها في الربع الاول هتطلع ب 45، والكوزين في الربع الثاني اشارتها سالبه. طب كوزين 45 واحد يقول لي هجيبها منين يا استاذ؟ من المثلث ال 45 ايضا استطيع ايجاد هنا جذر 2، جذر 2 و2، فكوزين 45 جذر 2 على 2، إذا الإجابة سالب جذر 2 على 2، حيث إن إحنا حددنا إن هي في الربع الثاني والكوزين إشارتها سالب، وبالتالي هتبقى كوزين سيتا هتساوي سالب جذر 2 على 2. وضحت إجابتها يا شباب؟ طبعًا المفروض إنني بكرر الكلام ده أكثر من مرة. ثم نبسط المسألة يا شباب، هنا واحد هنوحد المقام 2 في 1 ب 2 على 2. الاثنين هتروح مع الاثنين اتفضل، او الاثنين تنضرب في اثنين باربعه، يبقى اثنين ناقص جذر اثنين على اربعه، يبقى جذر اثنين ناقص جذر اثنين على اثنين، عمليه حسابيه بحته، اهم حاجه عندي القانون والتعويض فيه وايجاد قيمه الكوزين من المثلث. اوجد القيمه الدقيقه ساين سيتا على اثنين، علما بان الساين سيتا اثنين على ثلاثه وسيتا تقع في الربع الثاني. اولا شباب الربع الثاني محصور من 90 ل 180 سيتا. وبالتالي سيتا على 2 لو قسمنا هنا على 2 وهنا على 2 هتكون محصوره بين 45 و190. طب من 45 ل 90 دخلنا بالسيتا على 2 في الربع الاول، جميع القيم هتكون موجبه، اذا ساين سيتا على 2 هتكون موجبه،
نكتب القانون ونعوض، جذر 1 ناقص كوزين سيتا على 2. طب الكوزين من هنا يا استاذ، هجيب الضلع الناقص اللي هو المجاور عن طريق نظرية فيسا غورس، 9 ناقص 4 بجذر 5، هنعوض في المسألة يا شباب عن كوزين السيتا بجذر 5 على 3، ولكن السيتا في الربع الثاني الكوزين إشارتها إيش؟ سالبة. إذا هنعوض في المسألة جذر 1 ناقص ناقص جذر 5 على 3، ليه؟ لأن الكوزين قلنا بالسالب. هنبدأ يا شباب نعوض ونبسط، سالب في سالب بموجب، نوحد المقام 3 في 1 ب 3 على 3، نضرب 3 في 2 بقت 6، وبالتالي يكون قد وصلنا إلى نهاية المسألة. إذا الثاني يا شباب، أولاً بنحدد سيتا تقع في الربع الثاني، أقسمها على 2 طرفي المتباينة، طلعت من 45 إلى 90، حددنا سيتا على 2 في الربع الأول، وبالتالي قيمة الإشارة هنا هتكون موجب، فأخذناها بالموجب وعوضنا عن قيمة الكوزين، وبكده خلصت المسألة. مسألة شاملة، دون استعمال الحاسب أوجد القيمة الدقيقة لكل من ساين 2 سيتا وكوزين 2 سيتا، ساين سيتا على 2 كوزين سيتا على 2، إذا كانت قيمة الكوزين 3 على 5 والسيتا تقع في الربع الرابع. أول حاجة حضرات، أنا عاوز ساين 2 سيتا ضعف الزاوية، 2 ساين سيتا كوزين سيتا، أروح أجيب من المثلث. الساين سيتا بسالب 4 على 5، إن أنت في الربع الرابع الساين سالبة. الكوزين سيتا ب 3 على 5. دول اللي انا هستخدم في ايجاد قيم جميع النسب المثلثيه المطلوبه. عندك ساين 2 سيتا 2 ضرب قيمه الساين يا شباب بسالب 4 على 5 ضرب قيمه الكوزين ب 3 على 5، احسبها تطلع سالب 24 على 25. المطلوب الثاني كوزين 2 سيتا، كوزين تربيع سيتا ناقص ساين تربيع سيتا، خدت القانون رقم 1 من قوانين ضعف الزاويه للكوزين. عندك الكوزين موجوده والساين موجوده، هنعوض تعويض مباشر. 3 على 5 تربيع ناقص الساين قيمتها بسالب 4 على 5 يا استاذ تربيع، فك ديت 9 على 25 ناقص 16 على 25، هيطلع الناتج بسالب 7 على 25. اذا شباب كل الاسئله معتمده على المثلث القائم الزاويه، تحديد الربع، ايجاد قيمه النسب المثلثيه، والتعويض في القوانين فقط لا غير. المطلوب الثالث ساين سيتا على 2 موجب وسالب جذر 1 ناقص كوزين سيتا على 2، هنعوض عن قيمة الكوزين من المثلث ب 3 على 5، هنوحد المقام على 5، نضرب ال 5 في ال 2 هتبقى ب 10، نبسط المسألة هتطلع 1 على 5. بتطلع موجب وسالب جذر 5 على 5، ولكن احنا قلنا سيتا على 2 تقع في الربع الثاني، والربع الثاني الثاني اشارتها موجبة. آخر مطلوب في السؤال هذا كوزين سيتا على 2 موجب وسالب جذر 1 زائد كوزين سيتا على 2، هتلاحظ نفس القانون بس بالموجب. هنعوض في القانون 1 زائد 3 على 5، هنوحد المقام 5 زائد 3 8 على 5 على 2 يبقى 8 على 10، ونبسطها تطلع ب 4 على 5، هتطلع موجب او سالب 2 جذر 5 على 5، ولكن حددنا احنا في سابقا ان السيتا على 2 تقع في الربع الايش؟ الثاني، والربع الثاني اشاره الكوزين سالب، اذا ناخذ الاجابه سالب 2 جذر 5 على 5. هناخذ اخر سؤال يا شباب على اثبات صحه المتطابقه. اثبت ان تان سيتا على 2 بيساوي ساين سيتا على 1 زائد كوزين سيتا. لو حضراتكم بصيتوا على السؤال هناخد الطرف الايمن ونفكه. تان سيتا على 2 بيساوي يا شباب ساين سيتا على 2 على كوزين سيتا على 2. حضراتكم هتساوي جذر 1 ناقص كوزين سيتا على 2 على جذر 1 زائد كوزين سيتا على 2. هنبدا نعوض يا شباب ونفك الكلام ده نخليه في جذر 1، هنطير ال 2 مع ال 2، يبقى اصبحت جذر 1 ناقص كوزين سيتا على جذر 1 زائد كوزين سيتا. وبالتالي هنضرب في 1 زائد كوزين على 1 زائد كوزين عشان نحولها الى الشكل التالي، 1 ناقص كوزين تربيع على المقام نفسه يبقى حطه في جزء تربيع، ولكن 1 ناقص كوزين تربيع بتساوي شباب ساين تربيع من مطبقات فيثاغورس في الدرس الاول على 1 زائد كوزين الكلي تربيع، ناخد الجذر هيتفضل ساين سيتا على 1 زائد كوزين سيتا هيساوي الطرف الايه على طول الايسر. سامع طالب بيقول يا استاذ انا كان ممكن على طول اطبق قانون التان. انا حبيت بس اوضح لك ازاي اثبتنا قانون التان. انا عندي التان شباب بتساوي جذر على طول 1 ناقص كوزين سيتا على 1 زائد كوزين سيتا مباشرة يا استاذ. ليه خليتني ادخل في المتاهة دي؟ قلت لك عشان احاول اوري لك احنا جبناها من فين.
أولاً أنت وصلت للمرحلة دي على طول، أدي خطوة اتنين تلاتة المسألة انتهت، ولكن أنا ضفت الخطوة ديت عشان أبين لك إن التان ممكن أكتبها ساين سيتا على كوزاين سيتا. أشكركم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.